جرت الأمور بعكس ما تمناه مسؤولو برشلونة، فتعقدت الأمور خاصة وأن المنافسة لم تكن شريفة، ولكن اللاعب فضل عرض موراتي والإنتر فتمت الصفقة. أريدهم أن يعرفوا في برشلونة لماذا غادرت الفريق. لهم أن يقولوا ما يشاءون، ولكن العقد كان يعطيني حق المغادرة. كنا نريد بناء خط هجوم قوي، وكانت الأسماء التي تتردد أكثر في ذلك الوقت إنزاغي، بيرهوف وباتيستوتا، ولكن موراتي قال ذات مرة: هناك أمر لو أحققه فسيكون في صالح الجميع. ثم شرح لنا اهتمامه برونالدو، وبدأ الأمر صعبا ولكنه لم يكن مستحيلا. عندما طرح مبلغ 48 مليار ليرة إيطالية للتفريط في رونالدو، انقض موراتي رئيس الإنتر على الفرصة وتمكن من إقصاء منافسه كرانيوتي رئيس لاتسيو، وبصعوبة فرط برشلونة في لاعب لا يعوض. الانتر هو فعلا فريق الاول في اوروبا، اردت الانضمام اليه، ولكن تحولت الى بي اس في ايندهوفن لالعب موسما او موسمين كحد اقصى في هولندا. بعد ذلك كنت اريد الانتقال الى اسبانيا او ايطاليا، لكن اكثر فريق يعجبني هو انتر ميلان. فعلا أتيت إلى الإنتر وأشعر بالارتياح هنا. لقد استقبلوني بكل حب ورحبوا بي بحفاوة، حتى شعرت أنني مهم جدا. رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي استطاع أن يجعل المشجعين يحلمون، فقدمه موراتي إلى محبي الأسود والأزرق من هذا المنطلق، فتقبلوه بكل سرور لعله يعيدهم إلى زمن الإنتر العظيم. وبفضل روحه المرحة استحوذ روني بسرعة على قلوب الجميع، لذلك أبلغه العالم بأسره تمنياته بالعودة السريعة ليستمتع ويتسلى في الملعب بعد الحادث الأليم الذي تعرض له في إبريل عام 2000. رونالدو لا يستحق كل المصائب التي حلت به في السنوات الأخيرة. كان يمكنه تفجير كل مواهبه في الإنتر وإبراز قدراته على قلب الموازين في أصعب الفترات.